أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة المصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معانا النهاردة قصة كفاح عظيمة، عم جابر، حكاية عم جابر مع بيع الليمون، قصة كفاح عم جابر، قصة كفاح عظيمة جدا بيطلع منذ الصباح الباكر. هنعرف قصة كفاح ودلوقتي. يا عم جابر مساء الخير، قول لي عم جابر، انت بتطلع تشتغل من امتى؟ من الصبح. من الصبح بتطلع تشتغل؟ اه. وبتقعد تلف على رجلك كده من الصبح، من الساعه 7 مثلا لحد الساعه كام؟ لحد الساعه بعد المغرب. لحد بعد المغرب وانت بتلف على رجلك في الشارع؟ زرع وفي كده ودينا ليمون وديه في الليمون يعني. في الليمون وكده. بتبيع كيس الليمون بكام يا عم جابر؟ بخمسة جنيه. بخمس طبعا مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط. حكاية عم جابر الأشهر بائع ليمون هنا بمدينة إسنا المكافح، بيلف على رجله من السابعة صباحا حتى أذان المغرب، بيلف على رجله طول اليوم عشان يكسب، عشان لقمة العيش. بيقول لقمة العيش مش بالساهل، وجنيه الحلال أفضل من أبرق من الحرام زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، اللي هو بيبيع كيس الليمون. طيب يا عم جابر، أنت بتروح بعد المغرب، أنت بقالك كم سنة في المهنة دي؟ هل معاك أي مهنة غيرها؟ مصدر رزق غيرها؟ معاك أي مصدر رزق تاني غير الليمون؟ اه. يعني ما فيش غير الزرع والبيع الليمون بس. طبعا مصر زي ما مشاهدين معانا بالظبط، الرجل المكافح عم جابر بيبيع الليمون، اشهر بائع ليمون هنا بمدينة اسنا، كيس الليمون بخمسة جنيه بس، وبيرسم الفرحة على وجوه المواطنين زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط. يا عم جابر، انت بتصرف على كم من اسرتك من بيع الليمون وكفاحك ده واللف على الشوارع؟ بتصرف على كم عيل عندك في البيت ومراتك وكده؟ خمسة. انتوا خمسة، يعني انت بتصرف على خمس افراد من بيع الليمون بس. وبالرغم في صيف ان في حرارة شديدة، الا ان انت برضو في الشارع بتلف كده في بيع الليمون. طيب انت شايف يا عم جابر ان الشغلانه دي جايبه همها؟ يعني بتكسب؟ والله ما اعرف، على باب الله. لا على باب الله، يعني اللي هي مش جايبه ماشي بالزق. ماشي بالزق. خذ يا ابني يعني مستور. الناس دي بتمشي على كده، حتى مصاريف بيوتها على كده، يعني بدل ما يجيب لحمه هيجيب في الشهر لحمه، والظروف ما عامه يعني. الظروف عامة. طيب طيب قول لي يا عم جابر، انت هل في اي معاناة طبعا في انت وفي الشارع، انت وبتلف كده بتشوف معاناة، يعني بتعاني مثلا من تعب، بتعاني من وجع رجلين، بتعاني من كده انت وبتلف في الشارع؟ يعني رجليك بتتعبك لما بتلف، وشكارة انا شايفاك شايل شكارة على كتفك والليمون في يدك، انت بتفضل بالمنظر ده يعني من الصبح لحد المغرب بالوضع، بنفس الوضع ده، ولا ولا انت بتنزلها دي؟ بنزلها كده مره، انا واقف، انا اخذت لي وقفه كده. اخذت لك وقفه بس يعني؟ يعني اللي هو مش على طول فوق كتفي يعني، بنزلها ونبيع كده. بتنزلها وتبيع؟ ما فيش مصدر دخل غيرها هي، وان انت بتزرع زرعتك بس وكده. الحمد لله. ما فيش قبض تكافل كرامة ولا شؤون ولا أي حاجة؟ لا. طيب هل بتطالب بأي حاجة، لك أي مطالب ولا أي مناشدة ولا كده؟ لا، أنا قلت لك على أروح أجيب كوسة بس مش لاحق. ها؟ كوسة. قلت لك كوسة يعني كوسة. الكوسة. متابعة مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، الرجل الطيب ده المكافح المناضل بيجاهد يعني
ايوه زي ما احنا شايفين كده بالظبط، هو بيبيع الليمون كده عشان ما يمدش يده لحد، وبيقول ان انا مثلا اقف في الشارع كده وبيشيل الشكاره على كتفه زي ما شايفين كده بالظبط معانا الوضع، افضل ما يمد يده لحد وافضل ما ياخد جنيه من حد، بس انه هو بيبيع الليمون. الليمون ده اللي هو زرعه بيجيبه من زرعه وبيبيع زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، قصة كفاح الرجل العظيم عم جابر بشوارع مدينة إسنا، حابب انه هو يأكل عياله بجنيه الحلال، وبيقول جنيه الحلال أبرق من مليون حرام زي ما مشاهدين. ماشي يا عم جابر، شكرا يا عم جابر، شكرا، بارك الله فيك. تابع أهل مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، الرجل الطيب عم زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط يا متابعة مصر، حكاية عم جابر الرجل المكافح بيشتغل، بيطلع من السابعة صباحا لحد المغرب، وهو زي الوضع اللي احنا شايفينه كده بالظبط بيلف الشارع علشان يعول أسرته، بيعول أسرته طبعا، ما فيش أي مصدر دخل غير الليمون وبيع الليمون بس لإعالة أسرته زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، وهو بقاله في المهنة دي من صغره، هو عنده دلوقتي أكتر من 53 سنة، فبالرغم من سنه ده إلا أنه زي ما مشاهدينه معانا كده بالظبط بيتجول الشوارع وبيلف على قدميه من أجل إعالة أسرته. طبعا مصر احنا رصدنا مع حضراتكم دلوقتي قصة عم جابر المكافح كاملة، شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.